أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، إنما كنتم أسعد الله مساءكم هذا بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم من هنا من تحفة الميادين، من ميدان المرموم في هذا المهرجان السنوي الكبير، حيث تنطلق هجن أصحاب السمو الشيوخ الفئة، فئة المحليات الأصايل والشوط التاسع الذي يتحرك بوزن هذه الشعارات. بعد نعود بالتهاني والناموس لهجن العالم عاصفة ومالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه، وإلى المضمر حمد بن راشد بن غدير على فوز بلورة بالمركز الأول وانتزاعها المجسم، مجسم برج خليفة في أول أشواطنا الافتتاحية. والتهنئة أيضا موصولة لهجن الشحانية وفوزهم بالمجسم مع ولاء، والتهنئة أيضا تتواصل مع الديب لهجن الرئاسة إلى الجاري لهجن الرئاسة. مشاهدينا متابعينا الكرام، ما زلنا نستكمل برنامجنا مع هذه الأشواط المتتالية التي نتابعها ونرصد كل جديد يطرأ على المقدمة، ونعلن عن المقدمة هويام لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، من يقدم لنا هويام في هذا التحدي وفي هذا المركز. أما المتابعة من المركز الثاني أرى في ثاني المراكز تتقدم في هذه اللحظات الشاهينية في ثاني المراكز. المركز الثاني الشاهنية اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري. أما المتابعة من المركز الثالث تأتينا مزنة لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. المركز الرابع فهناك أمجاد اسمه الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد بن مروشد. أما خامس المراكز تأتينا هملولة اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. أما الدور دور المركز السادس فهنا الغارية تأتينا سادسا لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم الغارية في هذه الجولة. والمتابعة من المركز السابع أرى اللي في المركز السابع الوصول من مبعدة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي. والمركز التاسع فهنا شواهين لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي. والمركز العاشر بن صوغان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة طارق بن مبارك بالقوبع المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، وهكذا ننتهي من إذاعتنا ونيدانا الأول لنبحر مرة ثانية مع الإبحار في هذا الميدان وفي هذا المهرجان لنتابع الصدارة ونتابع المقدمة إذا حدث هناك أي تغيير. ولكن نشوف أربع شعارات ملونة، أربع شعارات عملاقة تتنافس على مقدمة الشوط بقيادة الغارية اللي غيرت النتيجة لصالحها بشعار هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. ولكن عادت مرة ثانية مزنة لتتابع أيضا الغارية في هذا التحدي وفي هذا الصراع، تحمل شعار هجن الرئاسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي الذي يقدم لنا هذا اللون الجميل. المتابعة من المركز الثالث تأتينا الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن آل مكتوم بقيادة مسري بالعرطي الحميري الذي يقدم لنا الشاهينية في ثالث المراكز. والمركز الرابع رابع المراكز من نصيب هملولة تأتينا رابعا لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد، من يقدم هملولة من مركز إلى مركز ويستقر في هذه اللحظات في المركز الرابع. أما المتابعة من المركز الخامس تأتينا هويام لهجن العاصفة وتحمل أيضا معها الآمال والطموح والناموس بقيادة حمد بن راشد بن غدير، من يقدم هو
هويام في المركز الخامس، والمتابعة من المركز السادس تأتينا أمجاد لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن مروشد، هو من يدفع بأمجاد في هذه الجولة. المتابعة من المركز السابع شواهين لهجن الرئاسة والظافر علي بن يمي اللوهيبي من بدأ يطلع أيضا ويركز على مقدمة الشوط. أما المركز السابع فهنا مبعدة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم بقيادة الشاعر علي أو حمد بن علي العويسي. ثامنا تأتينا بنت صوغان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة طارف المبارك بالقوبع. تقريبا هذه الثمانية المراكز الأولى في مسيرتنا وفي خط سيرنا. نعود مرة ثانية، نعود إلى مقدمة الشوط لنتابع الغارية وهي تتسيد على المقدمة، تندفع إلى المركز الأول بشعار هجن الشحانية وبأوامر من الذهبي سالم بن فاران المري من يذهب مع الناموس ومع أيضا المركز الأول. أما المتابعة من مزنة التي تتابع الغارية في حلها وفي ترحالها في هذا الابتعاد بالمركز الأول والناموس لهجن الرئاسة، والبارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي من يقدم لنا مزنة في هذه الجولة. أما هويام تأتينا وتراقب الموقف عن كثب لهجن العاصفة، تتقدم إلى المركز الثالث وبأوامر وبقيادة حمد بن راشد بن غدير من يقدم هويام في هذه الجولة. المتابعة من المركز الرابع فهنا هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد، ولكن شواهين أشوف الآن بدأت تتغير في المراكز بشعار هجن الرئاسة وبقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي من يقدم لنا شواهين إلى المركز الخامس. المركز السادس تأتينا أمجاد لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن مروشد من يقدم لنا أيضا أمجاد في هذه الجولة. المتابعة من المركز السادس وسادس أو سابع المراكز، الوصول من الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري. المركز الثامن تغير مبعدة، تغير إلى المركز السابع لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم حمد بن علي العويسي. أما المركز التاسع الوصول من دمعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة راشد بن سعيد بالغافرية. والمركز العاشر فهنا سلهودة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مطر بن محمد بضبيعة متولي عملية التضمير. هذه النتيجة كاملة مكملة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. انتهينا من إذاعتنا أشوف الثلاثة كيلومترات التي تفصلنا عن خط النهاية بقيادة الغارية اللي ما زالت في المقدمة تتابع طريق الناموس وبدون أي تعليمات تذكر عصاها في البطان تنتظر وجاهزة في الأوامر وجاهزة للتحدي. أما مزنة التي تأتينا ثانيا تتابع أيضا الغارية في هذا المشوار الصعب، الثمانية كيلومترات التي نتابعها بهذه الجولة وبهذا التحدي. أما هويام تأتينا ثالثا وتقترب من الدائرة الخاصة، تقترب من دائرة الصراع على القمة وجاهزة وتنتظر الأوامر من المضمر حمد بن راشد ابن غدير الواثق. أيضا يقدم هويام درجة خطوة مركز وهو أيضا بدأ يربك المقدمة بهذه الهجمة. نعم نتابع ونراقب أيضا المركز الرابع تأتينا شواهين لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي. والمركز الخامس أشوف هناك مبعدة في المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم والمكتوم حمد بن علي العويسي مع التضمير. تقريبا هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام، ولكن بنتفرغ للمقدمة للغارية ولمزنة ولهويام، بيستوي بينهن هويام وصراع وتحدي وإثارة وعزم وقوة على الناموس. نحن نتابع هذه الشعارات التي تنهال على المقدمة وما زالت الأمور هادية إلى هذه اللحظات. مزنة تتجاوز في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة بقيادة
عيسى بن احمد بن مايد الخيالي من يقدم لنا مزنه في اول الانطلاق وفي اول التحدي. تتابع طريقه تجاوزتنا الان وسيطرت، سيطرت على باب الناموس وباب السبك. المركز الثاني تتراجع الغاريه لهجنه الشحانيه بقياده الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن هويام هويام يا هويام وصلت 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 اللي تير الشوط يرلي عليها الامر يصدر في الاخير. نعم الان الان بدت 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 هويام تاخذ طريقها الى المركز الثاني، ولكن المقدمه نعود مع الثلاث المراكز الاولى 1400 متر يفصلنا عن خط النهايه، وما زالت مزنه ما زالت مزنه سيده الموقف وسيده هذا الشوط تدافع عن لقب المركز الاول. نعم لهجن الرئاسه بقياده البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيالي، ولكن هويام تتحرك تتحرك تلقائيا تتحرك على السماعه فقط. الغاريه ايضا عادت مره ثانيه، عادت بشعار هجن الشحانيه بقياده الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم الشحانه الغاريه في هذه الجوله. نتابع مشاهدينا الاعزاء، نتابع مزنه على مقدمه الشوط. يلا هنقول الكيلو الكيلو الاخير الكيلو الاخير. تهجم العاصفه تهجم العاصفه والرئاسه صامده والشحانيه قادمه. يا سلام يا سلام، بدت 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 المعركه بدت المعركه الحقيقيه. نعم تتجاوز هويام تتجاوز الى المركز الاول تتجاوز الى الناموس الاول، تتراجع مزنه الى المركز الثاني لهجن الرئاسه، ولكن الغاريه 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 مع الشحانيه مع بن فاران ايضا لها نصيب الاسد من هذه الهجمه. ولكن ولكن هويام هويام تواصل المسير لهجن العاصفه تتربع على عرش المركز الاول بقياده حمد بن راشد بن غدير. اما المركز الثاني تاتينا مزنه لهجن الرئاسه والغاريه قادمه الغارية قادمة. الثلاث الثلاث الناموس وين؟ الناموس إلى العاصفة، الناموس إلى الرئاسة، الناموس إلى الشحانية. هذا والله أعلم خط النهاية من بيحكم. تتجاوز مرة ثانية تتجاوز مرة ثانية وتروح هويام. يا سلام يا سلام، راحت عن الشوط عد بي ريس انشقل وشوف شوفوا فعل الرشاب حمدان. نعم هذه هذه لهجن العاصفة تروح بالشوط تروح بالتهاني تروح بالنا ناموس تروح ايضا بالزعفران. تهانينا والف مبروك لهجن العاصفه على فوز هويام بالمركز الاول. تهانينا ايضا للمضمر حمد بن راشد بن غدير. اما المركز الثاني تاتينا مزنه لهجن الرئاسه، المركز الثالث لهجن الشحانيه، والمركز الرابع لهجن الرئاسه وصلت في المركز الرابع اللي هي شواهين، والمركز الخامس نشوف المركز الخامس من نصيب دمعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، استمتعنا في هذه الجولة وفي هذا المسير وتابعنا الشوط من بداية الانطلاقة وحتى خط النهاية، واستطاعت هويام أنها تنتزع المركز الأول وتهدي هذا الناموس لهجن العاصفة وأيضا للمضمر حمد بن راشد بن غدير مع التوقيت الزمني الذي تحقق في هذه الجولة 12 دقيقة 40 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا أو الناموس اللي وصلت في المركز الثاني، مزنة وصلتنا في المركز الثاني لهجن الرئاسة بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 42 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا للمضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، والمركز الثالث كان من نصيب الغارية لهجنة الشحانية بتوقيت زمني مقداره بالتأكيد 12 دقيقة 12 دقيقة 46 ثانية 2 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا للذهبي سالم بن فاران المري. مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا للزملاء على التواصل، وها هي الانطلاقه.